اتهم الرئيس السوداني عمر البشير الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر، وقال إن إدارته لديها معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، وأوضح أن الحكومة المصرية لا تقاتل مع حكومة جوبا وإنما تمدها بالأسلحة فقط. كما جدد البشير القول إن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهما جهات لم يسميها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه. وللحديث حول هذا الموضوع وموضوعات أخرى أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز. أهلا بك معنا أستاذ سليم. وكما سينضم إلينا أو انضم إلينا بالفعل عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الصحفي السوداني محمد الخاتم. أرحب بك معنا سيد محمد. نعم، من الواضح أنه لا يوجد معنا الآن الصحفي محمد الخاتم، سنحاول التواصل معه. أستاذ سليم، هل لك تعليق على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير واتهامه لبعض الأجهزة المخابراتية في مصر بدعم دولة جنوب السودان؟ هو من الواضح أن كلا الطرفين لا يريد أن يخسر الطرف الآخر، يعني من الواضح أن الرئيس السوداني لا يريد أن يخسر عبد الفتاح السيسي، بدليل أنه أشاد بعبد الفتاح السيسي بحسب ما نشرته جريدة الانتباه السودانية، وقال أن المشكلة في بعض الأجهزة المصرية التي تقوم بتقديم السلاح إلى جنوب السودان. الشاهد هنا أن هناك شيء ما تحت الرماد، يعني على الرغم من أنه يبدو في الظاهر وبحسب تصريحات حتى الفريق عمر البشير الأخيرة يبدو أن الأمر أن العلاقة بين البشير والسيسي علاقة جيدة، لكن في المقابل يعني يمكن للمرأة أن يلحظ أن المسألة ليست على هذا النحو. ربما الرئيس البشير يجد أن وجود السيسي فرصته التاريخية لكي يقوم يعني بضم حلايب وشلاتين إلى السيادة السودانية، باعتبار أن السيسي ليس مهموما بفكرة الأرض وقضية الجدر خير شاهد على ذلك. يعني هو هنا يجد في السيسي ربما الأمل في يعني السيطرة على حلايب وشلاتين، لكنه في المقابل عندما يتهم جهات مصرية بأنها تنحاز ضده هنا أي يدخل في معركة حقيقية، لأن هذه هي الجهات التي وصفتها الحكومة السودانية في لمصادر صحفية بأنها الاستخبارات المصرية. أعتقد أنها لن تتعامل مع الموقف بشيء على أنه الجهة الأدنى في مصر التي يمكن لعمر البشير أن يقوم بالهجوم عليها ثم لا يحدث هناك رد فعل. يعني هذه الجهات تعمل حتى لا ينقطع الاتصال مرة أخرى مع الصحفي السوداني محمد الخاتم. سيد محمد أرحب بك معنا. وعليكم السلام أستاذ. نعم سيد محمد مساء النور، كنت أو أسألك عن دلالة هذا التصريح الخاص بالرئيس السوداني عمر البشير واتهام مؤسسات تحديدا مخابراتية في مصر بدعم حكومة جوبا، ما رأيك؟ والله هو طبعا العلاقة تاريخيا بين الخرطوم والقاهرة بغيت ولا تزال معقدة طبعا. التصريح يقرأ طبعا بالتأكيد لا يمكن الجزم بأن الرئيس البشير كان يتعمد إحراج الرئيس السيسي أمام المجتمع الدولي، نظير أنه حظر واردات الأسلحة إلى جنوب السودان ظل على الدوام على طاولة مجلس الأمن لولا المعارضة من جانب روسيا ومن جانب الصين إلى حد ما. فبالتالي هو قانونيا ما في اشكال ما يمنع ان مصر انها تقدم واردات اسلحه وذخائر الى جنوب السودان. الاشكال هنا اخلاقي، لانه كل المجتمع الدولي كل القوى الاقليميه الفاعله تحاول ان تضع حد لنزاع دموي راحوا ضحاياه عشرات الالاف، اكثر من 2 مليون متشردين الان الامم المتحده تعلن مجاعه جنوب السودان. إذا كان الرئيس البشير متعمد إحراج مصري أو لا، الآن النتيجة هي أن مصر محرجة أمام المجتمع الدولي. الشيء الثاني اللي بحب أؤكد عليه أنه السياق بتاع اتهامات الرئيس البشير المفروض تقرأ في زاوية أوسع، اللي هو في التعاقد بين وجهة نظر السودان ومصر فيما يتعلق بالملف الليبي. هي على حد ما عندها ارتباط
اللي هي بحرب إقليمية أو دولية بكل المعايير في ليبيا. البلدين إلى حد ما بيدعموا أطراف متعاربة في النزاع في ليبيا. فيما يتعلق بالوضع في جنوب السودان خلال الأشهر الماضية أو خلال السنة الماضية يمكن ظهرت مؤشرات لأنه مصر حريصة على أنها تلعب دور أكبر في جنوب السودان. نعم. الدور الأكبر في جنوب السودان هو إلى حد ما ارتداد للخلاف حول صد النهضة الأثيوبي. باعتبار أن الواضح الآن التكتلات فيما يتعلق بالموضوع هو السودان أثيوبيا من جانب مصر أوغندا جنوب السودان من جانب إلى حد ما طبعا هو الكلام ده من ناحية نسبية. وديت تشكيلات أو تحالفات بنيت بالأساس كرد على التحالفات أو كرد على الموقف من سد النهضة من الخلافات حول سد النهضة. نعم. السودان أثيوبيا على موقف مصر في موقف. سيد محمد عفوا للمقاطعة، لكن من الواضح أن في تصريحات أو في حوار الرئيس السوداني مع بعض الصحف السودانية فرق بين الرئيس السيسي وبين بعض المؤسسات السيادية أو المخابراتية في مصر. قال إن بعض هذه المؤسسات تتعامل بشكل غير جيد مع السودان. لماذا من وجهة نظرك؟ يعني لماذا هذا الاتهام إلى المخابرات أو إلى بعض المؤسسات المخابراتية في مصر من قبل السيد عمر البشير؟ والله هو طبعا الملاحظ ان طبعا دي المره الثانيه الرئيس البشير يحاول انه يتعامل مع الرئيس السيسي من جانب واجهزه مخابرات من جانب اللي هو جديد على الارجح هي مغاربه سودانيه جديده، يعني بدل المغاربه الغريبه اللي هي كانت بتتعامل مع كل المؤسسات الدوله المصريه ككتله. الرئيس البشير الى حد ما هو الان يعني دائما بيمتدح في علاقه شخصيه متينه مع الرئيس السيسي، لكن عمليا لانه هو عنده مشاكل حقيقيه واتهامات متبادله بتعني اي طرف للمعارضين للطرف الاخر نزاع سيادي حول حلايب ما الى ذلك، هو بيحاول يفصل ما بين السيسي اجهزه واجهزه مخابراته. لكن طبعا النتيجه انها هي دي يعني مؤشر برضه او كان اساءه بالنيه للرئيس السيسي، يعني انه هو غير مسيطر على مؤسسات بلده وغير مسيطر على اجهزه. اشكرك شكرا جزيلا. في مصر يوجد دوله داخل دوله وما الى ذلك. محمد الفاتن، حتى المحاولات من جانب الخرطوم لتخفيف شده النزاع بالثناء على الرئيس السيسي. اشكرك سيد محمد عفوا واتاسف منك للمقاطعه لضيق الوقت. محمد الفاتن الصحفي السوداني كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم، وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة خالد محمد علي الصحفي المتخصص في الشأن السوداني. أرحب بك معنا سيد خالد. أهلا بك أستاذ. نعم أستاذ خالد، هل لك يعني أي تصور ما الذي يدعو الرئيس السوداني عمر البشير لاتهام النظام المصري بدعم حكومة جوبا وأن هناك مؤسسات مخابراتية تتعامل مع السودان بشكل غير إيجابي؟ هو بالتأكيد هناك طرقات كبيرة في الموقفين السياسي المصري والسوداني من فترة كبيرة، بدأت بالملف الأثيوبي وصد النهضة، ولكن السودان هو من فكك بداية مسألة الترابط المصري السوداني فيما يخص مسألة المياه. تعلم حضرتك أن مصر والسودان هناك اتفاق شبه ضمني بينهما أن الموقف من المياه هو موقف موحد. لا. السودان اتخذت موقف معارض تماما لمصر في موضوع سد النهضة، وبالتالي مصر أيضا ردت بأن موقفها لابد أن يكون مختلفا عن السودان فيما يخص جنوب السودان. مصر كانت في مقابل أن تقف السودان الموقف المصري في مسألة المياه وفي ملف المياه، كانت تعتبر كل ما يدور بداخل جنوب السودان هو شأن يخص بالدرجة الأولى السودان، وبالتالي الموقف المصري موافق إلى حد كبير الموقف السوداني في هذا الشأن. يبدو أن السودان منزعجة جدا من موقف مصري متصاعد أو دور مصري متصاعد في جنوب السودان. السودان ترى أنها هي عراب أي دولة تدخل إلى جنوب السودان، يجب أن تدخل مصر أو أي دولة أخرى عن طريق السودان. وهذا الموقف في اعتقادي أني بعد تفكيك الموقفين المصري والسوداني
في مسألة سد النهضة لم يعد مقبولا لدى النظام المصري، ولا أعتقد أنه حيكون مقبول في الفترة القادمة. وده للأسف الشديد بينصحب على كل المنطقة العربية، أن كل منطقة عربية، كل دولة عربية الآن تصنع سياستها الخاصة بها دون التنسيق مع الدولة العربية الأخرى حتى لو كانت دولة جارة. السودان بيرى أن موقفه في جنوب السودان يمكن أن يسوقه دوليا، ممكن أن يكون طريقه أو مفتاح رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية والعقوبات الدولية عليه، وأن تدخل مصر ممكن أن يهدر فرصة تاريخية لي في رفع هذه العقوبات. شكرا. مصر أيضا تنظر إلى جنوب السودان باعتبار أنه ده المفتاح لموضوع أزمة النيل وأزمة حوض النيل وأزمة سد النهضة أيضا، وأن مصر انسحبت كثيرا من أفريقيا. وضحت. ولا يجب أن تنسحب أكثر، لأن انسحابها أدى إلى أنها فوجئت بأن هناك سدا يهدد حياة المصريين. أشكرك شكرا جزيلا خالد محمد علي، الصحفي المتخصص في الشأن السوداني، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام، النافذة مستمرة، وبعد الفاصل نتابع. فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة مؤخرا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات طيران في القريب العاجل. طيران مع مصر قريبا، وتلغراف عن شاهد عيان، وجدت قاذفة صواريخ بالقرب من مطار القاهرة.